أحبائي المشاهدين، أرحب بكم من جديد وحلقة جديدة وأشواق جديدة من حلقات برنامج بين الحقيقة والزيف. أرحب بكم مرة تانية لكل واحد انضم لينا جديد ما كانش معانا في الأسابيع الماضية. حلقة اليوم أحبائي تتكلم عن أمر في غاية الأهمية، ولا سيما هل يخلق الله الإنسان دون أن تكون له علاقة شخصية؟ هل الله واحد أم أكثر؟ كل هذا مع خادم الرب الأخ إيليا كرولوس في حلقة جديدة من بين الحقيقة والزيف. أخ إيليا، أهلا وسهلا بحضرتك، برحب بك مرة تانية. أهلا بك أخ أفضل، وأهلا بكل أحبائنا حوالين مائدة كلمة الله. ما أحلى أن ندخل إلى الأعماق، أعماق البحر، نستخرج منه أعظم اللآلئ. كلما نتعمق في كلمة الله أخ إيليا نجد كلمة الله تغنينا ضد كل زيف منتشر في هذه الأيام. نعم بكل تأكيد أخ أفضل. أخ إيليا، في حلقة النهاردة عايزين نستعرض موضوع كتير حساس، ولا سيما أنه هو يمس كل فئات الناس. يعني هل ببساطة جدا قبل ما ندخل في الموضوع نفسه، هل ممكن الإنسان يدرك وجود الله؟ الله العظيم الخالق حينما أوجد الإنسان كانت عند الله رغبة أن يعلن ذاته للإنسان، فهو لم يكن غامضا. الله ليس إنسان، هو الذي قال لذتي مع بني آدم. لما نرجع لكلمة الله نلاقي أن معرفة الله ظاهرة وواضحة دون دراسة أو بحث. المعرفة أقصد المعرفة العامة وليست معرفة تفاصيل شخصية الله. فعلى سبيل المثال لو قرينا مع بعض بعض الآيات الكتابية أخ أفضل، نلاقي أن معرفة الله واضحة وظاهرة لكل الناس. ممكن نطلع مع بعض رسالة رومية أصحاح 1:19، هنلاقي أن معرفة الله واضحة لكل الناس. رومية 1:19، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. هنا بيتكلم عن معرفة الله الخالق العظيم، لأن قدرته السرمدية مدركة منذ البدء بالمخلوقات. من خلال لما بص على المخلوقات اللي حواليا أدرك وجود خالق عظيم. مزمور 19 بيقول لنا إيه؟ السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، يوما إلى يوم يذيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما. إذن معرفة الله واضحة لأي من ينظر إلى الخليقة التي حولنا، يستطيع أن يدرك أن هناك خالق عظيم. لكن الخليقة لا تخبرنا عن ذاته وجوهره، واخد بال حضرتك؟ الخليقة تقول أن هناك خالق عظيم، لكن إذا أردنا أن ندرك ذات الله وصفات الله وجوهر الله، نحن نحتاج إلى شيء آخر. نحتاج إلى كلمة الله التي تعرفنا أنفاس الله وتعرفنا تفاصيل الله. أكتفي بس بآية قالها أيوب في أصحاح 7 قائلا أن أئلة هو ذا الله عظيم ولا نعرفه، القدير لا ندركه. هو ذا الله عظيم ولا نعرفه، القدير لا ندركه. ومرة تاني يقول لنا أئلة عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي. ألخص إجابتي في كلمتين: الخليقة تدرك تعلن أن هناك خالق، لكن إذا أردنا أن نعرف تفاصيل هذا الخالق علينا أن نرجع إلى كلمة الله التي تعرفنا من هو الله. لكن حضرتك كنت بتتكلم عن الله وشخصية الله اللي أنا هبدأ بيه علاقة، بس هل الله ده واحد أم أكثر من واحد؟ يعني هل حضرتك كنت بتتكلم عن الله دلوقتي، هل الله اللي أنت بتتكلم حضرتك من كلمة الله دلوقتي من الكتاب المقدس، هل الله ده بتاع المسيحيين ولا ماذا تعني بكلمة الله؟ الله أو كما أعلن عن اسمه في العهد القديم إلوهيم أو يهوى، هو الله واحد. لا نؤمن بوجود آلهة، لكن نؤمن بوجود إله واحد. ودوت اللي أعلن الله عن نفسه في العهد القديم حينما قال: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. والعهد الجديد أيضا أعلن لنا أن نؤمن بإله واحد. حتى الرب يسوع لما قال
اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها وعمدوهم باسم وليس بأسماء الآب والابن والروح القدس. بس هي المشكلة أخ أفضل، ما نوع وحدانية الله؟ الله واحد، لكن ما هي نوع وحدانية الله؟ باختصار شديد أقول أن هناك ثلاثة أنواع من الوحدانيات التي يؤمن بها كل الأديان أو الفلاسفة، لكن إحنا عايزين نعرف المسيحية أي نوع من الوحدانية إحنا بنؤمن بها بوجود الله. هناك وحدانية اسمها المجردة، الوحدانية المجردة التي جردت الله من كل صفاته، فالله لا يحب ولا يكره. الله تجرد الله من كل صفاته. ليه؟ لأنه قالوا إذا هناك صفات لله فهو يحتاج إلى وجود شخص آخر معه. فلو قلنا أن الله بيسمع مثلا يبقى لازم يكون في حد تاني معاه. طيب لو الله قبل ما يخلق الخليقة كان بيسمع مين؟ قال لك بقول لك ايه، منخش في مشكله، احنا نقول الله واحد وحدانيه مجرده، يعني جردوه من كل ايه الصفات بتاعته. ثم جاءت وحدانيه اخرى اسمها وحدانيه المطلقه. الوحدانيه المطلقه هي التي جعلت الله يتصف بالصفات السلبيه دون الايجابيه، يعني الله لا يعلم، الله لا يحب، واخد بالك، تتصف بالصفات السلبيه دون الايجابيه أو الإيجابية فقط دون السلبية. نص الحقائق. نص الحقائق. يعني نقول كده إنه الله عالم، الله يعلم، أم الله لا يعلم؟ لأن لو قلنا الله يعلم يبقى إذن لابد أن يكون هناك معلوما. طيب قبل ما يخلق الله الخليقة والملائكة كان بيسمع مين؟ كان بيعلم مين؟ تقول لي الصفات ديت ما كانتش موجودة في ربنا، وهذه الصفات تغيرت لما خلق الخليقة، مرفوضة. يعني لو قلنا هنا الله محبة كان بيحب مين؟ يبقى الصفات دي كانت عاطلة، ولما خلق الخليقة بدأت تعمل هذه الصفات. يبقى إذن حدث تغيير في الله وده مرفوض تماما. الله اللي مكتوب عنه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. أما الوحدانية التي تؤمن بها المسيحية هي الوحدانية الجامعة. يعني ايه الوحدانيه الجامعه؟ هي شامله لكل الصفات اللازمه لوجود الله بالفعل، سواء كان عنده مخلوقات او لم يكن عنده مخلوقات. يعني قبل ما يخلق الخليقه كان الله عالم وعلم ومعلوم، كان الله محب ومحبوب وحب، كان الله لديه كل الصفات العامله دون الاحتياج الى خلقته. وعلى فكرة ده حتى حير العلماء غير المسيحيين. ففي واحد من العلماء العرب أو الفلاسفة العرب أقول كده اللي هو محيي الدين العربي، قال وهو يفكر في هذه النوع من الوحدانية، قال الله عين ما ظهر وعين ما بطن، واحد في كثرة، والكثرة مردها إلى واحد، والأمر حيرة في حيرة والله أعلم. يعني عايز يقول ان الله واحد بس واحد في كثرة، والكثرة مردها الى واحد، يعني الله واحد في كتير وكتير في واحد، هو واحد بس مش واحد زينا احنا يا جماعة. واحد وحدانية جامعة شاملة لكل ما هو لازم لصفات الله دون احتياج الى خلقته. يعني وانت بتتكلم يعني شوقتني عن هذا الإله اللي بيحب، اللي بيعلم، اللي كل شيء واضح قدامه. لكن هل الله دوا، هل الله دوا وانت بتتكلمني مع مين كان بيتبادل الحب؟ طب لو احنا بنتكلم عن الجامعة الوحدانية الجامعة في المسيحية، نعم، وانت حضرتك بتقول الله محبة، طب مع مين كان بيحب في الأول وقبل ما يخلق الخليقة بتاعته؟ كان الله موجودا بذاته متكاملا مع أقانيمه، متحدثا إلى الأقانيم، والأقانيم تتحدث بعضها مع بعض. لما أرجع للعهد القديم لو تسمح تقرأ لي مزمور 110 هنلاقي الله بيتكلم مع واحد من الأقانيم. مزمور 110
العدد الأولاني من فضلك. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدمي. خلي بالك ده حديث أزلي قبل خليقة الملائكة والبشر. الله كان بيتحدث. إلى من يتحدث الله؟ إلى الأقانيم. قال الرب لربي. قال الرب لربي. لربي الله. هو أنتوا عندكم أكتر من إله؟ لا، هو إله واحد. بيتحدث مع مين؟ مع نفسه؟ يتحدث مع الأقانيم، لأن احنا اتفقنا الله واحد. لكن نوع وحدانية الله غيري أنا. أنا واحد وأنت واحد، بس احنا وحايد مستقلة، أشخاص مستقلة. لكن الله واحد في ذاته، زي ما قال خالد الدين محي الدين العربي: الله واحد في كثرة، والكثرة مردها إلى واحد. طبعا بالنسبة له الأمر حيرتهم في حيرتهم، لكن احنا بالنسبة لنا الكتاب المقدس حلها، قال الله واحد في أقانيم. في أقانيم. وكلمة أقنوم يا أخ أفضل تعني كلمة سريانية، تعني شخص متحد مع غيره دون انفصال، ومتحد مع غيره دون امتزاج، آسف، ومتميز عن غيره دون انفصال. هذه هي الأقانيم: أقنوم الله الآب، أقنوم الله الابن، أقنوم الروح القدس. وعلى فكرة ألاقي كتير قوي في العهد القديم والجديد الأقانيم بتتحكي مع بعضها. يعني ارجع المزمور 2 كمان تاني لو سمحت من فضلك، هتلاقي برضو حديث الأقانيم مع بعض. مزمور اتنين تتحدث الأقانيم الإلهية. مزمور 2، نعم، عدد كام؟ 7. إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. خلي بالك هنا مين بيتحدث هنا؟ أقنوم الابن بقى بيتكلم عن الله الآب. قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. مزمور 110 بنسمع الآب اللي بيتكلم. قال الرب لربي. قال الرب لربي. لربي. ها، الأقانيم تتحدث بعضها مع بعض. أخ إليا، في مزمور 110 اتكلمنا قال الرب لربي. نعم. يعني هنا لو القارئ البسيط يجراها، هنا تعدد الآلهة، صح؟ لكن هل أنا عايز بس آية للمشاهد، مجرد آية واحدة تؤمن أن المسيحية تؤمن بإله واحد؟ هناك آية تقول إن احنا بنؤمن بإله واحد؟ أحبائي الأفاضل، الكتاب المقدس في المسيحية يعلمنا أن هناك إله واحد. حينما تحدث الرب للشيطان في التجربة على الجبل، قال له: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وحينما أوصى الرب يسوع التلاميذ قبل صعوده إلى السماء، قال: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، هذا الإله الواحد. أخي ليا، بنشكرك في المعلومات الكتابية، وأنا عاوز أقول مش المعلومات الكتابية، الحقائق الكتابية اللي بتكشف كل زيف في الأفكار البشرية. أخي ليا، ننتظرك بعد الفاصل. أحبائي، نشكركم، خليكم معانا، هنرجع وهنكمل. هل المسيحية فقط تؤمن بالثالوث؟ هل هناك أن الثالوث هو بدعة من العهد الجديد وليس لها أي جذور في العهد القديم؟ كل هذا في الجزء الثاني، خليكم معانا، هنرجع لكم من بين الحقيقة والزيف. أصدقاء، أرحب بكم من جديد، ورجعنا معاكم ونتابع حلقتنا في حلقة من بين الحقيقة والزيف. كنا بنحكي قبل الفاصل، لو انضمت لنا جديد ما كنتش عارف ان احنا بنحكي فيه، بنتكلم عن الله، هل هو واحد ام ثلاثة؟ هل الله، كيف تكون وحدانيته في المسيحية؟ خليك معانا، هنرجع مرة تانية لاستوديو بين الحقيقة والزيف. اخ إليا، اهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية. اهلا بك اخ افضل. اخ إليا، نحن نتكلم عن الله. نعم. والكلمة تتكون من بعض الحروف القليلة لكنها ذات معاني كثيرة. بنتكلم، كلمتنا في الجزء الأول أن الله واحد، لكن وحدانيته في المسيحية هي وحدانية جامعة. نعم. وتختلف عن الوحدانيات الأخرى، سواء الوحدانية المجردة أو المطلقة. طب وكلمتنا عن الله في ثلاثة أقانيم، لكن كلمة ثلاثة، الثلاثة دي تشير إلى إيه؟ ممكن نفهمها بأي طريقة قبل ما ندخل في باقي الأسئلة؟ طبعا كلمة ثلاثة تشير إلى الثالوث، الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس. لكن لو بصينا بصة سريعة إلى كل الكون، سنجد أن
رقم ثلاثة له أهمية في الكون من حولنا، وهو يعرفنا ببساطة أن هذا الثالوث له مرجعية في كل الكون، يشير إلى وجود الله المثلث الأقارين. فعلى سبيل المثال، لو بصينا لمجالات الأشياء في الكون حوالينا، هنلاقيها الأرض، البحر، الجو. لو نظرنا إلى صور المادة ومما تتكون المادة، هنلاقيها إما صلبة أو سائلة أو غازية، ثلاثة برضه. نعم. لو نظرنا إلى ضمائر المخاطبة، ضمائر المخاطبة في اللغة، أي لغة، هنلاقيها ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير مخاطب، يعني ثلاثة ضمائر رئيسية. لو بصينا إلى عناصر الزمن، هنلاقيه بيتكون من برضو من ثلاثة، ماضي وحاضر ومستقبل. لو نظرنا إلى الأبعاد الرئيسية في المسافات، هنلاقيها إما طول أو عرض أو ارتفاع. واخد بالك مع حضرتك؟ نعم. يعني الكون بما يتكون في داخله يقول لنا أن هناك ثالوث. هناك ثالوث، كل حاجة موجودة في الكون تتكون من ثالوث. الزمن ماضي وحاضر ومستقبل، الاتجاهات أو المساحات طول عرض وارتفاع، الضمائر المخاطبة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. إذا رقم ثلاثة اللي بيبص، اللي بيفكر. الرب مرة قال لهم ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. يا جماعة يا اللي بتقولوا ما فيش الله، قال الجاهل في قلبه ليس إله. بص كده وتأمل في اللي حواليك، ستجد الله ثالوثه موجود، مش بس الله الواحد، لكن الله المثلث الأقارين موجود في كل عناصر الكون. هل نقدر نحسب الله المثلث الأقانيم وإحنا بنتكلم عن الثالوث، وحضرتك دلوقتي بتتكلم عن الثالوث والمشاهدين قاعدين، ممكن في البعض يتساءل هل الثالوث ده بدعة أنشئت في العهد الجديد أو بدعة تكلمنا عنها في العهد الجديد وليس لها أي جذور في العهد القديم، أم هناك الثالوث في العهد القديم؟ أقول بنعمة الله أن الثالوث موجود من أول صفحات الكتاب المقدس إلى آخره. مرة تانية أحبائي الأفاضل، أقول المسيحية تؤمن بوجود إله واحد، لكنه مثلث الأقانيم أعلن عن ذاته من أول صفحات الكتاب المقدس. يلا نقرأ مع بعض آيات العهد القديم. أخ أفضل، ممكن تقرأ لنا من فضلك أول آية نختارها، تكوين، سفر التكوين، أول أسفار الكتاب المقدس، أصحاح 26. عدد كم؟ تكوين، متأسف، أبتدي من تكوين واحد الأول. أوكي. بعد إذنك، متأسف. تكوين واحد واحد. تكوين واحد واحد، نعم. في البدء خلق الله السماوات والأرض. بس عايز أقف قدام كلمة الله. كلمة الله تأتي في العهد القديم باللغة العبرية إيلوهيم، وكلمة إيلوهيم دي جمع. إيلوهيم إنجاز التعبير، يعني أقول زي آلهة، بس ما أقدرش أقول آلهة طبعا. إيلوهيم الله بس بلغة الجمع. بس في الأول يقول إيه؟ في البدء خلق. خلق تأتي بالمفرد، خلق يعني واحد خلق، وبعدين إيلوهيم ده جمع الله. هو مين اللي عمل يا جماعة؟ الله الواحد. طيب مين هو الله الواحد؟ ده الله إيلوهيم الجمع المثلث الأقانيم. ناخد مثال أوضح كمان، وانت فتح تكوين واحد من فضلك، طلع لي تكوين واحد عدد 26. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. أول العبارة قالت إيه حضرتك؟ نعمل الإنسان. لا، قبلها نعمل. وقال الله. قال الله نعمل. الأول مين اللي قال؟ واحد قال الله. قال الله نعمل. نعمله. حضرتك لما دلوقتي مثلا أنا بتكلم معك يا أخي أفضل، أقول لك ها أنا بقول، عايز أقرأ الشاهد، عايز أنا عايز أقرأ، لأن أنا واحد. تتكلم حضرتك بلغة المفرد عن نفسك. بالظبط كده. نعم. لكن يقول لك قال
الله نعم. نعمل. إذن التثليث موجود من أول صفحات الكتاب المقدس. بس في واحد معترض يسألني يقول لي يا أخ أفضل، يقول لي آه حضرتك مش واخد بالك يا أخي إيليا إن دي لغة التعظيم. الله لما بيتكلم عن نفسه زي الملوك يقول لك نحن نقول أننا أمرنا وهكذا. أرد على القارئ العزيز وأقول له لغة التعظيم غير معروف في الكتاب المقدس. أول من اخترع لغة التعظيم العثمانيين الأتراك، لكن في صفحات الكتاب المقدس كلها لا تجد لغة التعظيم. يعني فرعون لما يجي يتكلم ويحكي الحلم بتاعه ليوسف يقول إيه في تكوين 41 عدد 44، يقول كده: أنا فرعون كنت أرى في حلمي. خلي بالك ما بيقولش نحن فرعون، لكن بيقول أنا فرعون. لما أروح لسفر دانيال أتقابل مع نبوخذ نصر يقول إيه؟ أنا نبوخذ نصر. إذن لا يوجد ملك في الكتاب المقدس يتكلم بلغة الجمع الجامعة تعظيم. بس أرجع لنقطتنا تاني مرة تاني، أقول لما الله في العهد القديم يقول نعمل على صورتنا كشبهنا، ده هنا مش تعظيم لكن ده اسمه ايه بقى دوت؟ جمع الثالوث. الله واحد، قال الله نعمل دوت الثالوث. اخ ليا بتكلمنا عن الثالوث في العهد القديم، واتكلمت عطيت بعض الخلفيات انه موجود كمان في العهد الجديد وليس مجرد بدعه، لكن في سؤال مهم يعني ممكن حد من المشاهد يقول لحضرتك طب ما في الوثنيه صح؟ فيها أيوة. ازيز وأوزوريس وحورس، تمام، في ثلاثية، في ثالوث، في ثالوث في الوثنية عند القدماء المصريين عفوا عند القدماء المصريين لما كانوا عندهم الثالوث دوا في شكل إزيز وأوزوريس وحورس، هذا تسبق المسيحية. أي. صح؟ فما الفرق بين ثالوث القدماء المصريين وثالوث المسيحية في المفهوم المسيحي؟ نمرة واحد، المصرية القديمة الفرعونية لا تعرف كلمة الثالوث، دي نمرة واحد، ولا تعرف كلمة الأقانيم، لأن الأقانيم لم تعرف إلا دي كلمة سريانية موجودة في العهد الجديد، أو أقصد مع في اللغة السريانية التي جاءت في العهد الجديد. نمرة ثلاثة، لما أقول إزيس وأوزوريس وحورس دولت مش شخص واحد، ده دولت ثلاث أشخاص. إزيس ده واحد، وأوزوريس دي واحدة، وحورس ده واحد تاني، فده تلات أشخاص مش شخص إيه واحد. لكن أنا لما بقول الله الآب والابن والروح القدس ده إله كم؟ إله دولت واحد، ده إله واحد. حاجة تاني، إذا وجد ما يسمى بالتثليث في الوثنية فلاقي إن الثالوث بتاعهم غريب جدا، مش بس هم تلات أشخاص منفردين أو متميزين أو منفصلين عن بعض، لأ ده ممكن الثالوث يبقى فيه حيوان كمان. حيوان؟ يعني مثلا من ضمن ثالوث الفرعونيه امون وكونس وموت. ايه الثالوث دوت؟ اولا دولت مش ثلاث اشخاص، دولت عاديين. ده امون ده رجل ذكر، وكونس او خنسو بالفرعونيه ده هو القمر، وموت هي انثى النسر. موت هي انثى النسر، واخد بالك من الثالوث دوت؟ يعني ثالوث مش من نفس النوع، مش من نفس النوع، انسان حيوان مخلوق تاني بالظبط كده، القمر وراجل وحيوان ونسر. اما الثالوث في المسيحيه يا جماعه، الثالوث في المسيحيه الله الواحد، الرب الهنا رب واحد، اله واحد، الله الاب والابن والروح القدس، بس هو مش واحد زينا. هي دي المشكلة، مش زينا. زي ما قال أيوب وقرينا في أول الأصح بتاعنا، هوذا الله عظيم لا ندركه. لكن إذا أردنا أن ندرك الله أحبائي الأفاضل، نحتاج أن نرجع إلى الكتاب المقدس الذي يعرفنا من هو الله. ما أألفش واخترع حاجات من دماغي، لكن أقول له يا رب اعلن لي ذاتك. قال الرب يسوع: الذي يحبني يحبه أبي وأظهر له ذاتي. إن أردت أن تعرف من هو الله ارفع عينك لي النهاردة
واقول له رب علمني يا رب طريقك. الله ادانا الكتاب المقدس الذي يعلم فيه من هو الله. الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما كلمنا في هذه الأيام في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء. يعني قدماء المصريين كان عندهم أب وأم وابن. أيوة، ثلاث أشخاص مستقلين. ثلاث أشخاص. يعني حضرتك لو هنجيبها بمعادلة رياضية، أن المفهوم الثالوث في المسيحية هو ليس واحد زائد واحد زائد واحد، لكن نؤمن بهذه المعادلة، واحد في واحد في واحد في واحد يساوي واحد. يساوي واحد. يبقى هقولها تاني عشان كمان المشاهدين يكونوا معايا. مفهوم الثالوث في المسيحية، في الفكر المسيحي وفي العهد الجديد والعهد القديم، ليس واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. تمام. لكن تمام. نؤمن بواحد في واحد في واحد, في واحد, في واحد يساوي, يساوي واحد. واحد. هو ده المفهوم الثالوث. بالضبط. أنا في الآب والآب فيا. قال المسيح كده، صدقوني إني أنا في أبي وأبي فيا. فيا فيا، مش غير إزيس وأوزوريس وحورس، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، لكن ده أنا في الآب والآب فيا. إنجيل متى أصحاح 28، أنا نفسي أقرأ الآية دي. إنجيل متى أصحاح 28 عدد 19، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم. أنا هقرأ الآية بطريقة لو أنا غلطت صححها. أمين؟ تفضل. فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم بأسماء الآب. غلط غلط وألف غلط، عمدوهم باسم. بس هو الآب والابن والروح القدس وحاتهم بكلمة باسم. باسم وليس بأسماء. مش بأسماء، لأن دوت لو أنا، إحنا ثلاثة النهاردة، حضرتك وأنا وحتان معانا، أقول إيليا وأفضل وفلان اللي معانا الثالث. بأسماء. أسماء. أسماء. لكن لأن الله واحد، الآب والابن والروح القدس، فقال الرب يسوع عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. أخ إيليا لو معانا واحد دلوقتي، يعني هو بالصدفة بالنسبة لي كان بيفتش في قنوات وجي قدامه البرنامج دلوقتي وكان عنده مشكلة من ناحية قبول الثالوث، عاوز نوصل له رسالة إن في الثالوث ده شبع قلبه الحقيقي، نقول له إيه النهاردة هو قاعد يستمعنا وممكن عاوز يقلب عن القناة، تقول له إيه قبل ما يقلب دلوقتي؟ أقول لأحبائي الأفاضل من يشاهدون الآن، أتريد أن تعرف من هو الله؟ لا تبحث بعقلك الصغير لكي تفهم الله العظيم، لكن أطلب باتضاع وبساطة، قل الله العظيم اعلن ذاتك لي يا رب. إذا طلبت هذه الطلبة من قلبك، الله يأتي إليك ويظهر لك ذاته. الثالوث أحبائي الأفاضل، لا نؤمن بثلاثة آلهة، لكن نؤمن بإله واحد فقط، إله عظيم جاء إلى الأرض متجسدا لكي يظهر محبته وخلاصه ونعمته لك.